أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلان أنها متفائلة للغاية إذا آفاق الاقتصاد الامريكي أضافت أن أسعار الفائدة ستعود إلى مستويات طبيعية أكثر على المدى المتوسط أضافت الوزيرة الأمريكية خلال فعالية للرؤساء التنفيذيين لمجلة فرادشن في واشنطن أن الولايات المتحدة تعتمد اعتمادا مفرطا على الصين في سلاسل التوريد وأنه يتعين عليها الحد من ذلك الأمر أشارت الوزيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواجه مخاوف تتعلق بالأمن القومي دون وجود لقطاع قوي لأشباه الموصلات الخاصه بها مضيفه ان قانون الرقائق والعلوم الذي صدر في العام الماضي سيساعد في عكس هذا الاتجاه وتصحيح المسار يعاني نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو من الركود بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الماضي في الوقت ذاته خفضت المفاوضات الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصادي لمنطقة اليورو إلى ثمانية من عشرة بالمئة خلال العام الجاري المزيد في سياق التقرير التالي ما يزال نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو غارقا في ركود عميق وواسع النطاق في الشهر الماضي، وفقا لمسح أظهر أن الطلب استمر في الانكماش بوتيرة نادرا ما تم تسجيلها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997. وقد انخفض مؤشر مدير المشتريات التصنيعي النهائي الصادر عن بنك تجاري في منطقة اليورو أعدته ستاندر أند بورز إلى 43.4 نقطة في سبتمبر من 43.5 في أغسطس وهو ما يتوافق مع التقدير الأولي القراءة الأقل من خمسين تشير إلى انكماش في النشاط التصنيعي، وهي الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وهذا يمثل الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر الرئيسي قراءة أقل من خمسين نقطة، مما يشير إلى تدهور مستمر في صحة قطاع التصنيع في منطقة اليورو. وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج الذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية إلى سلاسة و. أربعين وواحد من عشرة من ثلاثة وأربعين وأربعة من عشرة نقطة. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الشهر الماضي إلى تسعة وثلاثين واثنين من عشرة من تسعة وثلاثين نقطة في أغسطس، لكنه ظل دون مستوى التعادل. هذا الانخفاض في الطلب جاء على الرغم من انخفاض متوسط الأسعار لمدة ثلاثة أشهر التي تفرضها المصانع بشكل أسرع من أي وقت في تاريخ الاستطلاع بخلاف فترة الركود الكبير بين عامي 2008 و2009 وربما يرحب صناع السياسات في البنك المركزي الاوروبي الذين فشلوا في اعاده التضخم الى المستوى المستهدف بالاخبار المتعلقه بانخفاض الاسعار، وكانت المفوضيه الاوروبيه قد خفضت من توقعاتها لنمو اقتصاد منطقه اليورو الى 8% خلال العام الجاري هبوطا من التقديرات السابقه عند 1.1% وسط ضعف يبديه الاقتصاد الالماني. اكبر اقتصادات اوروبا، وفي الشهر الماضي رفع المركزي الاوروبي سعر الفائده الرئيسي للمره العاشره على التوالي، لكن من المرجح ان يظل في مرحله التشديد حتى يوليو على الاقل مع العام المقبل وفقا لاستطلاع اجرته رويترز. تراجعت اسعار النفط قبل اجتماع لجنه من وزراء تحالف اوبك بلس حيث توازن السوق بين توقعات نقص الامدادات ومخاوف من ان يؤدي ارتفاع اسعار الفائده الى خفض الطلب على النفط. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بستة سنتات إلى تسعين دولار وستة وثمانين سنتا للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى تسعة وثمانين دولار وثمانية عشر سنتا للبرميل خفض المؤشر الياباني نيكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر في ختام جلسة اليوم وتراجع المؤشر 2.3% ليغلق عند مستوى 30.526.88 من 100 نقطة وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.5% ليتراجع إلى 2.218.89 من 100 نقطة